على شو انت احتفال سقاسي رومين اسقاسي رومين اتوريجي ونخن كني اشكون كني دارنخ الدين دارنخ العيدنا لتيجان الاعياد اي مسلم هتنكني الاعياد نخ ورا كان زندوي رومين ولا زندوي المشركين اشكون كني دارنخ سيل اعياد الدنخ لان الاسلام العيد الفطر العيد الاضحى ديال العيد الجمعة التالي كي قالت يمالس إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا كنا هن نطيف بلا العياد لي مسلم أما العيد اللي سكرن إيرومين غيد العام غير سكوس أو سكوس هادي نكون أسن نحتفل شكون كنين جاي مسلم وراح يجوز أسن نحتفل ولا حتى تسني مبروك عليكم ولا تسن نسكر ولا تسن الهدية ولا تتنعون ولا تسن تنزنز كله كان يقع تنتشارك تنتشارك في العيد نسن وفي الأحي راح يجوز تنشارك في العيد نسن اش كنت تني العيد نسن يقع تشبه بهم ورا ورا ويقع أساس تحت احتفلت أساس تشتبهت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم والسين يقع العيد نسن يقع بدعة. وكان ابن القيم رحمة الله عليه التاني هان تهنئة شعائر الكفر ليست نخصا هن حرام بالاتفاق لأن التهنئة بأعيادهم ولا سنيت مبارك عليك العيد ولا هذا العيد تهنأ به هن كله غيكاد وليجوز نشكو هذا غيكاد غسل بمس الكفر هن إيجا بدعة ولكني أن ترفض دي تشارك ولكن ولي اعتداء يعني سن نشارك هتوفر لسن تعدى اش كنت نتعرف العيد نسن كنت نتعرف العيد نحن اما عكفانك الهدية استقبل استقبل وكان نريد كان المشاركة يعني كل قبل هدية نريد كان المشاركة استنمز على سبيل البر زندي نتألف القلوب الناس مش هتكنس الإسلام فأبلغ إذا كانت ذبيحة ذبحت في العيد أنه يمكن إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هن قبول الهدية يوم العيد المشركين إيه من بيب البر لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيه تشكيس الهدية نيروز اقبلت كذلك أبو برزة رضي الله عنه درس كان المشركين المجوس قال طمز الهادي ينسن قال طمز الهادي ينسن يعطيك الفاكهة يعطيك الفاكهة الديسير أما يعطيك الذبيحة أوهو